السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو لي زيكسبرسيون كونديسيونيل. الوغ شنو كنقصدو بلي زوبيرا لي زيكسبرسيون كونديسيونيل؟ يعني بغيت نشوف واش واحد الشرط محقق الو غادي ندير شي حاجة، سينو غادي ندير شي حاجة. المهم كنشوفو كنبغي نتحقق من واحد الشرط واش محقق. بار اكزومبل مشيت كريت واحد الفاريابل ا وعطيتها 8 ومشيت ديكلاريت واحد الفاريابل بي وعطيتها 4. الوغ غادي باش غادي نديرو هاد لا كونديسيون، مثلا بغيت نشوف الا كان هاد ا كبر من بي غادي نكتب هنايا باللي ا راه كبر من بي، سينو غادي نكتب راه بي كبر من ا. داكور نمشي نشوف كيفاش كيتكتب هادشي. كنديرو اف هي سي بالفرنسي سي وبالعربيه الى الى واحد الشرط محقق غادي ندير شي حاجه. سينو غادي نمشي دابا ندير لا فاريابل ا، الى كان اكبر كبر من بي غادي ندير شي حاجه. ديك الحاجه غادي نكتب انايا شنو ا راه كبار من بي، هادشي اللي غنكتب. وغنجي ندير ايلز، ديال اش ايلز؟ ايلز يعني الا كان اكبر من بي غادي نافيشي شنو راه كبر من بي، سينو العكس ديال هاد الشرط هذا غادي نكتب راه بي كبر من ا. بي فوالا كي مشى شاف ليا شنو، مشى شاف بلي واش ا كبر من بي، واش 8 كبر من 4 صحيح. الو غادي افيشي ليا راه ا كبر من بي. هاد انز هادي ما كيقربش ليها، علاش؟ حيتاش هاد الشرط محقق، يعني ما غاديش يدخل لهاد انز هادي. على عكس الا مشيت ودرت ليه اصغر، خصني ندير اصغر هنا وندير اكبر هنا. يعني شنو كنسول هنايا واش ا صغر من بي، واش صحيح هاد لا كونديسيون؟ خاطئه، حيتاش 8 كبر من بي ماشي العكس. هنايا قلنا ليه واش ا صغر من بي، واش 8 صغر من 4 خطا. الو ما غاديش يدخل لهنايا حيتاش شاف هاد لا كونديسيون راه فو، يعني ما غاديش يدخل ليها وغادي يجي يهبط لهاد لو كا كونترير لي هو ايلز، وغادي يقول لك لا راه اش درت خطا هنايا راه اصغر من بي، وهنايا شنو بي كبر من ا، لا هنا اكبر من بي او هنا بي درت خطا هنايا. فوالا غادي نشوفو، فوالا قال لك راه اكبر من بي ماشي اصغر من بي. مزيان دابا اش باغي ندير؟ مثلا الا كانوا عندي بزاف ديال لي كونديسيون بغيت نزيد شرط اخر، مثلا غادي نمشي نشوف ندير هنايا واحد لو جوغ، نكتب واحد الفاريابل جوغ ونعطيها بار اكزومبل 3 وي ونشوف الا كان هنايا الا كان اش لو جوغ كيساوي اش كيساوي واحد غادي نافيشي لاندي ايلز اف باش نتيست على واحد الكونديسيون اخرى اللي هي جوغ. مثلا الا كان كيساوي جوج غادي نافيشي اش غادي ندير ايكون وندير مغدي وهكذا دوالي. الا بغيت نشوف واحد لا كونديسيون اخرى مثلا لو جوغ 3 يعني اش راه ميركودي و جودي 4. المهم حتى توصل للديمونش ندير هنايا ايلز، يعني ايلز سينو الا ما كانش شي واحد من هادو دخل لهنا. سي بون غندير ايكو
وندير جور مثلا دو لا سيمين سي بون. دابا هنا شنو كيدير؟ انا مشيت شفت واش هاد جور كيساوي واحد واش كيساوي جوج. إلز إف واش ولا إذا كان لو جور كيساوي واحد واش كيساوي واحد؟ لا ما كيساويش واحد. كيجي لهنايا كيسول واش لو جور كيساوي جوج؟ لا ما كيساويش جوج. ألوغ غادي يهبط عاوتاني غادي يسول واش لو جور كيساوي ثلاثة؟ لا ما كيساوي ثلاثة. ها هي كيساوي ثلاثة. ألوغ غادي يدخل ويأفيشي ليا شنو ميركودي صافي. وهاد الاخرين هادو ما كيدخلش ليهم حيتاش هذا راه محقق سي بون. الوغ شنو غي افيشي ليا هنايا ميركودي؟ ها هو افيشي ليا ميركودي. دابا الا جيت ودرت ليه هنايا مثلا سبعة فوالا شنو غي افيشي ليا هنايا؟ غادي يدخل لواحد ما غيلقى والو. ما غاديش يتحقق هاد الشرط، ما غاديش يتحقق هاد الشرط، ما غاديش يتحقق هاد الشرط، ما غاديش يتحقق هاد الشرط. يعني غادي يدخل الالز لواحد لوكا اللي ما كاينش في الفوق. يعني من بين هاد لي كونديسيون ما كاينش جوغ كيساوي سبعة. الو غادي يمشي لهاد الز هذا، غادي افيشي ليا جوغ دو لا سيمين فوالا. غادي افيشي ليا هاد هادي مزيان. جو بونس وقيلا هادشي اللي كاين هنايا فوالا. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الايف و اف الز. نتمنى هادشي يكون باين ونتلاقاو ان شاء الله في السويتش، نديرو هاد ليكزومبل هذا بسويتش.